دلوقتي احنا جونيور 6 هنحل ريفيجن او مراجعة عن البيئة الصحراوية. عندي مجموعة اسئلة، اول اسئلة هنجاوب عليها اكمل العبارات الاتية: يسود نقط في البيئة الصحراوية نتيجة قلة المطر، هنقول يسود الجفاف. 2 تبلغ مساحة الصحراء نقط 22% من مساحة مصر الصحراء الشرقية، بينما تبلغ مساحة نقط 6%، هنقول شبه جزيرة سيناء. 3 توجد هضبة نقط في شمال الصحراء الغربية، هنقول هضبة مرماريكا، وهضبة نقط في جنوبها، هنقول هضبة الجلف الكبير. 4 تمتد سلاسل جبال البحر الأحمر من الشمال الغربي إلى نقط، هنقول العكس إلى الجنوب الشرقي، وأكثرها ارتفاعا جبل نقط، هنقول جبل الشايب. 5 يوجد جبل موسى في نقط، هنقول في شبه جزيرة سيناء. 6 تهب الرياح المحملة بالأتربة على الوادي والدلتا في فصل النقط، هنقول الربيع، وتعرف باسم نقط، هنقول باسم الخماسين. 6 هنلاقي التربة في البيئة الصحراوية تربة نقط، هنقول فقيرة صفراء رملية. 7 تشتمل موارد المياه بالبيئة الصحراوية على المياه الجوفية ونقط، هنقول والأمطار شتاء في السواحل الشمالية. 8 يمتد جبل نقط في مصر وليبيا والسودان، يبقى جبل العوينات. ضع علامة صح أو غلط أمام العبارات الآتية: تمتد أو تبلغ مساحة الصحراء الغربية 68% من مساحة مصر، الجملة صح. 2 تعد الصحراء الشرقية أكبر صحاري مصر مساحة، هنقول الجملة غلط، المفروض إنها تبقى الصحراء الغربية. 3 تعرف الهضبة الجنوبية في الصحراء الغربية بهضبة الجلف الكبير، هنقول الجملة صح. 4 تقع الصحراء الشرقية ما بين البحر المتوسط شمالا وخليجي العقبة والسويس جنوبا، هنقول الجملة غلط، ده هيكون بدل الصحراء الشرقية التصويب هيكون سيناء. 5 تتميز الصحراء الغربية بوجود منخفضات وكثبان رملية، جملة صح. 6 تختفي ظاهرة المنخفضات من سطح الصحراء الغربية، جملة غلط، هنقول بدلها الصحراء الشرقية. 7 تمتد الصحراء الغربية من وادي النيل والدلتا شرقا حتى الحدود المصرية الليبية غربا، الجملة غلط، هنقول الصحراء الغربية. 8 يعد جبل سانت كاترين أعلى قمة جبلية في مصر، الجملة صح. 9 جبل الشايب أكثر جبال شبه جزيرة سيناء ارتفاعا، جملة غلط، هنقول جبال الصحراء الشرقية. 10 جبل الشايب من أشهر جبال الصحراء الغربية، هنقول الجملة غلط، هنقول الصحراء الشرقية. 11 هضبة مرماريكا توجد في الصحراء الغربية، جملة صح. 12 تتعرض البيئة الصحراوية لرياح الخماسين في فصل الشتاء، هنقول الجملة غلط، هنقول رياح في فصل بدل. هندخل دلوقتي على مجموعة أسئلة أكتب المصطلح الجغرافي الذي تشير إليه العبارة الآتية أو ضع معنى مناسب للعبارات الآتية: 1 منطقة يقل فيها المطر يسود فيها الجفاف، تعريف البيئة الصحراوية. 2 مجاري مائية قديمة كانت تجري بها المياه قديما وجفت الأودية الجافة. 3 تجمعات من الرمال تتراكم بفعل الرياح كثبان رملية. 4 جزء من الأرض يقل مستواه عن الأراضي المحيطة به المنخفض. 5 أرض منخفضة في الصحراء تقوم فيها الزراعة على مياه الأبار والعيون أو على المياه الجوفية، هنقول الواحات. 6 مصدر طبيعي للمياه الجوفية تتدفق فيه المياه منه المياه لقربها من سطح الأرض، هنقول العيون. 7 مصدر صناعي للمياه الجوفية توجد في بطن الأرض، هنقول الأبار. طالما صناعي يبقى الأبار هو الإنسان اللي بيحفر الأبار. 8 نبات طبيعي لها أوراق إسفنجية تخزن فيها المياه لفترة طويلة، هنقول الأبار.